في هذه الليلة الاحتفائية ستكون أمسيتنا أمسية شعر وفن معنا التدنيت مع محمد ولباشة والأستاذ سيد محمد الأحمد رودة ومعنا كذلك فرقة فنية فلكلورية بقيادة الأستاذ محمد والأحمد صيد. بداية سأدعو مسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الأستاذ الإعلامي سيدي ولمجاد ليفتتح بكلمة كديباجة لهذا الحفل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. الأخ الدكتور محمد ولحظان رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، الشاعر الكبير محمد الطالب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمهمة، الضيف الكريم والشاعر الكبير والإعلامي محمد العرب رئيس الرابطة الأدبية الخليجية الموريتانية، أيها الشعراء أيها الأدباء سيداتي سادتي وبركاته، باسم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين نرحب بكم في هذه الأمسية الأدبية الثقافية الفنية تحت الخيام في أجواء بلاد شنقيط، ترحيبا بضيفنا العزيز محمد العرب سفير بلاد المليون شاعر. موريتانيا دائما هي أرض الكرم وأرض الضيافة وأرض الشعر وأرض التواصل الثقافي من المحيط إلى الخليج، لذلك لا شك أن لقاءاتنا ستظل دائما ليالي مضيئة بزهو المحبة واللقاء والتواصل المتجدد. ولقد أخذ اتحاد الأدباء والموريتانيين اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أخذ عهدا على نفسه في هذه المرحلة الجديدة وبعد الانتخابات الأخيرة أن يكون هناك منعطف حقيقي وحاسم باتجاه ترسيخ الرسالة الأدبية لموريتانيا الثقافية في شكل لقاءات ومشاريع طموحة ومتجددة على أرض الواقع. لذلك منذ انتخاب القيادة الجديدة لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وفي أقل من 3 أشهر حتى الآن تم إنجاز العديد من المهرجانات واللقاءات المتجددة والتي تؤكد على جدية المكتب الجديد لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في حمل رسالة الأدب والثقافة بموريتانيا لكي تتواصل أكثر وأكثر مع محيطها العربي. وضمن هذه المشاريع الطموحة أنجزنا لأول مرة برنامجا متميزا بعنوان ضيف في بلاد المليون شاعر، وهذا البرنامج هو برنامج شهري يستدعي كل شهر ضيفا مهما من العالم العربي له دور مهم في التعريف بموريتانيا والتواصل الثقافي والإعلامي معها. فكان ضيف النسخة الأولى من البحرين هو الشاعر والإعلامي محمد العرب أو ولد العرب عاشق موريتانيا الذي تميز في القمة العربية الأخيرة من نواكشوط بتقاريره الإعلامية وبمشاركته الثقافية من أجل موريتانيا. وسيستمر هذا المشروع كل شهر، وفي الفترة القادمة في بيروت وجهنا دعوة حتى الآن للفنانة العربية القديرة هيام يونس لكي تزور موريتانيا ضمن هذا البرنامج، وبالتشاور دائما معكم سوف يكون هناك كل شهر ضيف عربي من الإقليم القريب أو البعيد تأكيدا لهذا التواصل الثقافي، بالإضافة طبعا إلى البرامج الأخرى لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين من مهرجانات ومن ندوات مستمرة. لا أريد أن أطيل عليكم أخي محمد فارض الضيوف الكرام، باسم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين نعلن على بركة الله انطلاق هذه الاحتفالية الثقافية التكريمية ضيف في بلاد المليون شاعر في أحضان هذه الخيام وعلى إيقاع الشعر والنغم. نرحب بكم دائما، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ أحمد والعبد القادر الذي أتيح له الفرصة الآن ليشنف مسامعنا بشعره الجميل الجليل. أطلب من الأخ سيدي ولمجاد أن يقرأ عليكم بالنيابة عني قصيدة ألقيت في المربد مربد الشعر العربي بالعراق
عام 1990، فليتفضل مشكورا بإلقائها. يا مي لا تسألي إن هزني الطرب، يا مي لا تسألي إن هزني الطرب، ما لا دهاك فما في نشوتي عجب. يا مي لا تسألي إن هزني الطرب، ما لا دهاك فما في نشوتي عجب. هذه أمامي بغدادي وطالعها سعد الفتوح وذي أرماحه الشهب. هذه أمامي بغدادي وطالعها سعد الفتوح وذي أرماحه الشهب. أزورها وفؤادي راقص ذمل وكاد قبل انبلاج النصر ينتحب. أزورها وفؤادي راقص ذمل وكاد قبل انبلاج النصر ينتحب. خوفا على الأرض أن تدمى مفاصلها وأن يعشعش في أوصالها الجرب. من أبعد البعد آتي والحنين دمي لأقرب القرب من أهلي إذا انتسبوا. ليس الغريب الذي شط المزار به وإنما من جفاه الأهل مغترب. ليس الغريب الذي شط المزار به وإنما من جفاه الأهل مغترب. يا مي لا تسألي فالبدر مكتمل وخيلنا في بساط المرج تنسرب. أما الرهان فقد فازت بشعلته الجرد العتاق وذابت حولها الريب. اليوم أهديك أنباء يتيه بها قرطاك والجيد والكاسات تنتخب. إني رأيت عروس الفاوي مسفرة في حسنها ترهل الدنيا وتخطب. إني رأيت عروس الفاوي مسفرة في حسنها ترهل الدنيا وتخطب. وللأطايب أنفاس وزغردة وللنسيم على زهر الربا صبب. أقسمت بالسيف والسيف المناط به والقبضتين وشمس النصر تلتهب. ما كان للعرب من ماء الوجوه ندا لولاك صدام لولا وعيك العجب. ما كان للعرب من ماء الوجوه ندا لولاك صدام لولا وعيك العجب. أنت الذي ألهم التاريخ دورته هذه وأنتم شهود العصر والكتب. والحمد لله لم تغمس دفاتركم في ماء دجلة والأعداء ما اقتربوا. قالوا لنا الموج آت لا مرد له وموقد النار مشعال ومحتطب. فلم تزغ عن سنى الإيمان أنفسكم ولا سهام براها الجد والنصب. كل الأعاصير مهما اشتد عاصفها في وجه صدام تحبو ثم تنقلب. كل الأعاصير مهما اشتد عاصفها في وجه صدام تحبو ثم تنقلب. ويعلم الشعر موزونا ومنفلتا والسجع والنذر والأسجال والخطب أن القصائد أرواح مشردة في غير بغداد لا يهفو لها العرب. شكرا. أنا سارق النار بل أنا آسر القلوب وسابق القوافي وناسج الصور الشعرية الجميلة الجليلة. الآن أستدعي الشاعر محمد بن طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محمد العرب أعز ضيف على سنقيط ومنذ أن زارنا أصبحنا عليه ضيافين. وشائج الأرض والإسلام والنسب وشائج الأرض والإسلام والنسب رهن المشاعر لم تخبت ولم تخب. وإن شنقيط لا تخفي مباهجها ولم تدر ظهرها يوما ولم تغب. ومرحب لفظة والعرب تعرفها من ماجد نجب أو شاعر ذرب. لكنما هي أشهى بل ألذ صدى إن كان منشدها في خيمة العرب. شكرا. كان أطلب من أستاذ محمد الرصوينع
ومعه تدنات الهنتين تدنيته لباشا وتدنيته لأحمد رولة أن يقدم لنا فقرة أدبية فنية في جو عصري محاذ للمحيط الأطلسي وكذلك جو بدوي يعكس الحياة تحت الخيمة الأصيلة. لا أطيل، احنا عندنا تدنات بنتين، والفقرة الأولى تعود مع الأستاذ سيد محمد والأحمد الأولى. سيد محمد، هذه الآلة اللي قالها تدنيت العود الموريتاني، آلة تجمع ياسر من النغمات، كل أظهر وحده عنده نغمة خاصة، بام نقريه خاص عنده نغمة تختلف عن أظهر الآخر، معناها أن فيها ربع بحورة كل واحد منهم عنده خصوصيته ومقاماته، وكذلك ظهورة الآخرين كاملين كل واحد منهم عنده نغمته الخاصة به. أخبط جوابها مكة الموسى لها نخبط فيها بكمار ولها نخبط فيها والله. مكة موسى هذه هي كر جانب البيضة، لأن كيف قلنا فيها ثلاث جوانب، ثلاث طرق للموسيقى الموريتانية، طريق الكحلة وطريق البيضة وكذلك طريق القنيدية. هو حالا بادئ في جانب البيضة اللي هي طريق البيضاء إن صح هذا التعبير، وأول مقام منها مقام مكة موسى لا يخبط لنا فيه شهرين كحل. والله راقة مار زين. حتى هذا الشهر طبعا انه يشاهد قتمار يسألني عن ميمونة راهي تقرأ ساحل قيمي عما يتساءلون عن النبي العظيم. كرمتك يا القيوان، احسنت حزيمك ترخي بحزيمي غير عرفت انك القيوان اذا اكرمت اللئيمي. والله والله يسرح سيري شوي لخبط لنا ردات النيوان. نبغي ونبغي مجوعرته محمد
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحيي هذا الجمع الكريم وعلى رأسه الضيف الكبير العزيز علينا محمد العرب والوفد المرافق له
وعزي العراق وعزي الشعر والأدب والفكر والذكر والتاريخ والعرب. عزي العراق وعزي الشعر والأدب والفكر والذكر والتاريخ والعرب. حي العراق وحي الرافدين، فمن حي العراق رثى أبناءه النوجبا. وقل لراحلها الموهوب، وقل لراحلها الموهوب من بقيت فينا قصائده العصماء ما ذهب بلا أبا خالد. تبقى الروائع ما دام الزمان وما بقى المدى أدبا. قد راودته طغام السوء فانتفضت فيه الشهامة واندق الطغام هبا. قد راودته طغام السوء فانتفضت فيه الشهامة واندق الطغام هبا. كان السموأل لما أن وفى، كان السموأل في العهد الذي وجب. كان السموأل لما أن وفى وأبى. هو الوفي لعهد الرافدين كما كان الحفي بهم أما يرى وأبى. فضاق ذرعا بما لاقته أمته، ففارق الروح لا جبنا ولا هربا. ففارق الروح لا جبنا ولا هربا. الحقه ربي بأوفاء أهل ملته، فكل من في البرى رهن بما كسبا. أهدى العراق لنا قوما، أهدى العراق لنا قوما إذا احتجبوا، فإنما ورثوا للمجد ما احتجبا. ما مثل صدام في ذا الكون أجمعه حزما وعزما وإقداما، ومنتسبا أو قومه الغر من ضج الأنام بهم. والأرض كوكبها لما طحى وربا. شدوا أو قومه الغر من ضج الزمان بهم. والأرض كوكبها لما طحى وربا. تشؤ الجيادة ولا تكبو جيادهم يوم الجلاد إذا الطرف الجواد كبا. يا دهر ما شأنها، يا دهر ما برحت أيامه تتوالى كلها شهبا. لقد تتابع مما لست مما أنت شاهده، ما هد أركان هذا الكون أو كربا. لو كان يفني سماع الشر ما بقيت نفس لسمع ولا أذن لمن خطبا. ما بالعراق وما بالشام يعجز عن وصف له كل من أملى. ومن كتب لا عتب ربي على ما لا عتب ربي، فلا زيغ ولا نزق ولا شكاة لغير الله أو رهبا. أدرك مآثر قد مالت دعائمها، يهتز منها نظام الكون مضطربا. وحب العراق سلاما يستعيد به أمجاده ويواسي كل من حربا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للشاعر الكبير دكتور أحمد دولة، وهو نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. هون قاف الأستاذ محمد أحمد دولة، تفضل. قد القايل ماهي بهتان، ضاط الحد ولا منور، محمد عاشق موريتاني موريتاني عاشق هو. الآن أدعو الشاعر الكبير وهو أيضا نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الأستاذ دو البنو. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ضمير أبات الضيم ضاق خناقه، فضج بأنفاس الكرام اختناقه. ضمير أبات الضيم ضاق خناقه، فضج بأنفاس الكرام اختناقه. يئن بدهر الصمت والكبت والأذى، يشد على صخر الحقوق وذاقه. ظلام وأشواك وجثة طائر، ونسر كثير طار عنه رفاقه. تزود من نسغ الكرابيش قوة، فبان بمرآة الوثاق عتاقه. حلمنا به فجرا من الورد صادقا، ينير دروب العابرين بذاقه. فما زاده الديجور إلا تلألؤا تألق في بدر التمام شقاقه. حران وهستبل العروبة سائب، وما كرمت عن ذاك إلا عتاقه. بأحداث دهر الشؤم واللؤم والخنا، أساليبه والخوض فيه استباقه.
تخلى عن الحق العظيم طلابه، فدين إله الزور شاع اعتناقه، وبيعت على مرأى من الأهل دارهم بكرسي سمسار تجلى نفاقه، تزوج بالكرسي والعرش نزوة فضم مغارات وأهلا صداقه، بشارات قرب النصر تترى رمادنا سكبت عليه الزيت ران احتراقه، كرامتنا سفر ونقش بحائط يعز على زحف العدو اختراقه، رويدك بيت المقدس اشتد غيظه حداه إلى بذل النفوس براقه، غدا نلزم الفجر المسافر عائدا وكم سوف يحلو بالديار عناقه، فذا عمر الفاروق والقدس قدسه وهذا الرشيد والعراق عراق لا قابوا تعدي أنا بها لو محمد الشوك إذا زرعوا في الليل غول الليل بعزيمة حقد تظل الكرامة قنديل تحول شوك الصيف الورد، ومدافعنا وهل مدافع دولتنا معناهم دافع قدام اللي فينا رافع للعبودية كم بند، وهمد عقبة ابن نافع وسكن سيف الجهاد في غمد ودينار العروبة مغشوش وعلى حيط الوحدة منقوش، حسك ويلك قدامك بوش حصار على القلب على الكبد على الفم على الجيوش الامبريالية شين السعد، والشوك إذا زرعوا في الليل غول الليل بعزيمة حقد تظل الكرامة قنديل تحول شوك الصيف الورد. شكرا. الآن استدعي الفنان العازف الكبير سعد محمود الجواد وكذلك الفنان محمد الباشا وكذلك الفنان محمد الأحمد لولة، وعندما يجهزون سأستدعي الشاعرة قدجة طباء. السادة الحضور، السادة المفكرون، السادة الأدباء، السادة الشعراء، أيها الحبر الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. تفرع اللبلاب الإبداع والأشاع وبأحاضن زاد مولتان الإبداع، بأحضنة قرآن وسنة وأحسان وشان ونحو صرف وبيان وأخلاق وسيع تباع، بأحضنة قرآن وسنة وأحسان وشان ونحو صرف وبيان وأخلاق وسيع تباع، بأقامة ميدان الدقنة وصوان والشعر وهذا شاع، بأقامة تلال الأمجاد وتنقاد والأمجاد والأبلاد ما هي كيفتهم قاع، وتسعى زاد في الأمجاد ما فترت باتساع وترفت بالعلم الزاد وللعلم في قطاع، وفي الشعر بلاد مليون شاعر ما هي موجون، وفي الشعر بلاد مليون شاعر ما هي موجون، وبلاد زين الموزون وفي الخلق بلاد الأطباع الزينين وبلاد عون الضعفة وبلاد لا عصيته بالكرمصون العرض وبالإبداع سفارة على البلاد الإبداع والأشاع وبأحاضن زاد موريتان الإبداع، والسلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بضيف العرب وأبي حسين وبأمير الشعراء محمد الطالب. وأطلب من الفنان سيد محمد الأحمد رولة أو من الفنانين محمد الباشا سيد محمد الأحمد رولة أن يعزفوا في مقام الاتحاد خاصة النيابة حتى حتى يتمكن العازف سعد محمود الجواد من عزف مقام الرصد. Thank you.
يبدو أن الفنان سعد محمود جواد سحرته على التدريب. سعد الأول اللي تسبق لنا هو لا يخبط كر جنب القنيدية اللي هو نوفل، وكر جنب الكحل اللي هو التماس، وكر جنب البيضة اللي هو مكة موسى، يا غير هذا كامل يخبطوا ما طيب ولا عدل أي رواية. بسرعة يا محمد. طبعا والله هذا قال الأستاذ محمد ما هو مألوف، معنا نجام عنقرة قضية بلاغفين على عدد عنقرة كاملين يا غير، لكن من دون ان واحد منهم يأخذ قريب الجلسة التام. احنا الابداع اللي عندنا هو التقنيه اللي عاد تحدد مستويات عاد فيها علينا لا ينشر على ذاك منا ظاهر لي عن كافينا كل دخول عدلناه من جانبه ما برمنا ظاهر لي على عنهم متفقات كاملات في باقي المقامات الاخرين، لان الوقت ذاك القاعد ما يسمح لنا. واضح. اذا لنا لا ينعدلوا ينعدلوا العرض هذه قبل تطيابها، هي ما هو تبرام اللي لهنا هذا واحد من مدخلات الجوانب المألوفات. أحوال معنى أن هذا نوفل والله اللي هو كر جامب كندية حق بعد اللي هو كر جامب العقل في مألوفة عقل له يسر ظهر لي عن ذاك لون تحدد فيه انه نوفل. ظهر لي عن ذاك نوفل هل انت ماس لعلك التماس التماس اللي هو كر جنب الكحلة ظهر لي عن هاي زاد مكة، وإحنا اللي قالنا من التشبط إنه نصنعه إحنا من الأمهار، وذاك هو الفكر في الإبداع هو السر في معناها ان ذيك مكة موسى معناها ان ذيك مكة موسى
تتمس هذه من دون أنها توفى من التماس والتماس كذلك إلى التام فصلوا من دون أنه يوفى من لون هاني من اللي مقابله في الجامعة بالأخرات. وبالتالي هاي التدنيت هون صفحة التدنيت عندها إيجابية لما القصة معه الشهيد أنه ينقال له جامعة الجوارب معهم التدنيت ما هم قال اي واللي هنا نحكي لك طلع هون مجانسه والله واللي تبرم مشور فاغو والله ليك انك عدل فيه وزن ابداعك ذاك يشدوله والله اللي نحكي تو طلعه غزليه في ذي اللي ينقال له الحكايه فازاي والله خليها صمك اذا عندك ما في انا متقاطع عندي ذاك منين مولات وجادي مصح محت هرادي ودعت سبت فؤادي ودخلت هو المنظم ولقيتها فيني عادي بين الهوى الهورم الاخوت لنقيل معاها يا غير بعد المنظم طرحها على مدرراها ينتقلها ويعوض تنواع زين مشيتانا عنها وروحي من هانا لقد خلق مولانا موجود يجبر من موسم يجبر تحورانا من بين الحرج والمقسم من يوم لا توجد ايوه برا مشوار فاقو يشدوا لك الوزن اللي يعني الوقت مازال متاح قراش وراش تنقراش ربي تيدهم تتعرف عني اي عطاش انا اعرف عنك معلوم هذا بيت اختر هون يقول لكم بيت سابق يقيس فاغو حق بعض ما قد صح والله ما قد صح في ذات الشيء اللي هو كربه وهيب رامى الوف تدنيت عندنا منه القاعدة الثابتة هو على نهاية تشبك هي عند حد المستوى للوان من كري للبتيت ولا نحتاج مبرهن على النهاية المهم انها بين الجوانب بعد ما تبرم المعدل انها كلها تبرم فاقو بالكرم مالك ما تقولنا نهاية تنجوبة والله قالوا لنا خارقة طرفة أرزاد ملي الله نقول لكم من هذا الشوخة لكن ملي عاد السروزي معنا من ملي الشبارة اللي أفهم يقال له نربح الوقت والله ترجوك هذه الأولى كنت تخبط وراه بعد يعرفوا الدكتور الرئيس ويعرفوا ملي الدكتور محمد والبوعليبة ويعرفوا ياسر من الدكاتره والباحثين هون والمغنيين والادباء يا غير تندوب هاي كان يخبط حالا دخولها مهاري هذا قط راجل خاض من قدام فريق ماشي وتوفه جابر هو حد قال له فلان ما تعرف لي كان هلو فلان ذوك يا كان هو اليوم رحلوا كانوا لها رحلوا قال له والله بعد اللي صوت من قدامهم فات عدو القايدة من هاري ثنكي من هاري ثنجوك معناه ما رحلوا الله يا زين أخويا تناولني شوي هون وزن هذا بالعزم وزن وزن لك.
دبينا بجدة هذا الإطار هون بما أن هذا حماسي حتى لا بد من نحكو تيهلوات أولاد مبارك بو سيف قالوا له بو سيف فاتوساك ربك بحالة بيها تقودنا الفارسي لا تلف تتحك مو بيدك وحنا يا بو سيف ذيك تقودنا وذاك فرجتنا لا يزهدك الجالي حنا ومتان قلوبنا غير جملك انت بيه قلبك اللي ما يجومون نحن بيه قلوبنا بالنسبة للطلعة تقول في القدس الصهيوني خرابنا كان اسماها واسمانا ظلام تراب القدس ترابنا واسماها ذيك اسمانا والصهيوني شنو الشيطان في الشر فرغ عمره قيطان والقدس الشريف اللهان الفوقاني من لهانا شنهي بل الخير ولمان وفرقابينا وفرمانا وتمثل حد تخمم شان ولا يمكن عنها ممشانا بسرية منها للرحمن رسول من الشر رحمانا قبضت مكانه ورجع كان ينعتله رب ما كان ومن ينعتها له مكان للقبلة قبضت مكانه ضاعت عاقب ذاك بكيان للصهيوني وبكيان ذا الكيان منين اللي جبان عن هذه الأمة جبانة ضاع المسجد الأقصى وانهان يجهر تحته خلق انهان عن مولانا في القرآن يحمر منا قرآن ويهين أقصانا في النقصان عدنا كان انهان أقصانا وله عن قلة عن هوان وعن شيخنا هوانا والصهيوني يبطش فوطان الإسلام بالأقدام وطانا وعليه يقتلنا ذات نعان ومتنا كاتلنا ونعانا والعالم ذاك من اللي جاني مشي فر اللي جانا ولا له شاهد بالعيان عن لمن في العدو عيانا وتعمد يرخيل الاعنام في البيه من البطش حتى اذا طرق باب الرؤى وجلى بالصبح بصمته والافق قد خرق طال الذي يحتمل